ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عجبني موضوع البنت الأردنية اللي يعني وقفت جنب أبوها جنب والدها في زي ما بيقولوها في انكسار. والدها يبدو عليه البؤس، يبدو عليه التعب، يبدو عليه فجيد انه البنت وفية لوالدها وابتكرت طريقة للوقوف جنب والدها. والله هو امر صعب، يعني انه الانسان يضطر للعمل ومسؤوليات والديون، ولكن البنت مسكينة وفية يعني. والوقفة الناس ايضا، وقفة الناس جنبها وقفة يعني وقفة جيدة أيضا. تجمع العشرات والآلاف، يعني حتى وزير العمل قدم إلى المكان. هو موضوع جيد، يعني أمر جيد التكاتف، ولكن التكاتف أن يكون شيء حقيقي وليس طالب. فهي مش أول واحدة، يعني نشوف المحل اللي كانت فيه مسكين أو والدها، يعني جهد. يعني أولا المطاعم ساخنة، فتعرض الحرارة داخل، تعرض الحرارة خارج، وتحريك اليدين. والله الموضوع سيء، ولكن جيد تكاتف الناس يعني معها، وهي يعني زي ما فهمنا حابة تدرس، حابة تكمل تعليم الجامعة أو حابة تدرس طب. والحياة يعني صعب مفهوم، الواحد لازم يكون دخله يعني 3 أضعاف الدخل الحالي علشان. ولكن أعتقد أنها بنت يعني طيبة جدا، أو زي ما سموها الأردنيين رزقت أبوها، ما رزقت أبوها مش عارف كيف. هم بيحبوا الاصطلاحات هاي، ولكن لأنه نزلت منشور هي البنت في الفيسبوك أنه أن دموعها يعني على خدها وتناشد الناس، تناشد الناس يعني يقفوا جنب والدها. والله الموضوع جيد يعني، واستجابة الناس أيضا جيدة. كان التلفزيون الأردني في التسعينات على ما أذكر يقوم بحملات لم تبرعات لعمليات أو تبرعات كان التلفزيون الأردني يعمل هذا الكلام في التسعينات، وكانوا يلموا مبالغ يعني ممكن 250,000. والله هو كمان الأشياء الخيرية جيدة، يعني لو أنه يتم تخصيص صندوق، يعني مجرد صندوق بنص دينار لإجباري على كل مواطن والمحتاج حقيقة بعد الدراسة يعني يأخذ من هذا الصندوق. الموضوع ليس يعني مش محتاج عبقرية، شاركونا في الشير واللايك والتعليقات والسبسكرايب. تحية.